أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو أصدقائي رح نقوم بفتح الصندوق ومعاينة شاشة الأسوس الـ VP228 الـ HE. خليكم معنا. قبل ما نفتح الصندوق يا شباب، بتمنى منكم أنه تدعمونا بالإعجاب، لأنه هذا الشيء عم يزيد من انتشار الفيديو. لا تنسوا ما تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. إذا كان عندكم أي سؤال عن هي الشاشة اتركوا لنا إياه بالتعليقات أسفل الفيديو. إذن يا شباب، قبل ما نفتح الصندوق الخاص بهي الشاشة لازم نعاين الكرتونة من الخارج ونتأكد من المواصفات الخاصة بهي الشاشة يلي بين إيدينا. أول شيء رح نقلب الصندوق بعدين نفتح الشاشة. مثل ما لكم شايفين يا شباب، منلاحظ رقم الموديل الموجود عندي على الشاشة بهذا المكان، بالإضافة لقياس الشاشة واللي هو هذا الشيء المهم 21.5. طبعا في ناس بتسميها 22 بوصة، هي ملاحظة مهمة جدا. طبعا هي الأمور اللي بتدعمها الشاشة، كذلك الأمر من هذا المكان. ما في عندي أي شيء مكتوب من الخلف، ما في أي شيء من الجانب، بعض السريالات تمام يا شباب. ورقم الموديل الأساسي بالشاشة اللي هو الـ VP228 الـ HE، طبعا ما له مكتوبة على الواجهة مثل ما عنا شايفين. ما في أي شيء إضافي. طبعا هلأ رح نقوم بفتح الصندوق ونعاين الشاشة ونتحدث عن بعض مواصفاتها ونشوف شو جاي معها أغراض وقطع داخل الصندوق. طبعا مثل ما احنا شايفين يا شباب، فلين والكتالوجات بهذا المكان وبعض الوصلات. طبعا هلا رح نطالعهم وحده وحده ونشوفهم. عندي هون بعض كتيبات التعليمات وطريقه التوصيل، تمام يا شباب، بالاضافه لكبل اوديو. نعم يا شباب، هي الشاشه فيها سبيكرات، منا وفيها في سبيكرات. القاعده الخاصه فيها كبل الفي جي اي، الشاشه بتدعم الفي جي اي لانه يا شباب كبل الكهرباء. طبعا كهربة هي الشاشة هو 220 فولت، تسحب تقريبا 20 واط فقط. منلاحظ انه في عندي كتيب للتعليمات الثاني، كذلك الامر من شركة اسوس. ورح نتأكد من موضوع مهم جدا وكثير بيسألون عليه، هل بيدعم اللغة العربية؟ وعلى ما يبدو يدعم اللغة العربية. اذا الكتالوج اللي بين ايدي بيدعم اللغة العربية يا شباب. بالنسبة لطريقة التجميع هي على الشكل التالي. منلاحظ انه القاعدة الخاصة فيها صراحة معدنية وصلبة جدا، والتركيب مثل ما احنا شايفين عدة مثل بلاستيكات رح تدخل داخل هي الثقوب. طبعا بالاضافة لبرغي، في عندي برغي بهذا المكان لازم شده عليها لهالقاعدة هي. مثل ما احنا شايفين شباب، صارت جاهزة الشاشة للتشغيل مباشرة. التركيب صراحة سهل جدا، عن جد سهل جدا تركيب هالشاشة هي. اذا شباب مثل ما احنا شايفين، هي محتويات الصندوق الخاصة بهي الشاشة اللي بين ايدينا، شاشة الاسوس. لاحظنا انه وجود كابل كهرباء، كابل في جي اي فقط، كابل اوديو فقط، لانه مثل ما تكلمنا هي مرفقة ببفلات بمحيطها. الغريب بالموضوع انه ما معها كابل اتش دي، علما انه هذا الشيء مذكور بموقع الشركة. انتبهوا يا شباب، مذكور بموقع الشركة انه بيجي معها كابل اتش دي. مثل ما احنا شايفين الكتالوج واللي بيدعم اللغة العربية وعدة لغات ثانية، بالاضافة لكتالوج او منوال خاص بطريقة التركيب. طبعا هلا رح نتحدث عن بعض المواصفات الخاصة بهي الشاشة بشكل سريع. قبل ما اتحدث عن هي المواصفات صراحة، رح نحكي عن المداخل والمخارج اللي بخلف الشاشة، واللي كتير ناس تهتم لهذا الموضوع. مثل ما لكم شايفين شباب، وما بعرف إذا واضح على الكاميرا تمام، نلاحظ أنه في عندي مدخل أوديو على اليمين مثل ما أنا شايفين، بالمنتصف مدخل الـ VGA، وبالنهاية عندي الـ HD تمام شباب، وبالآخر عندي كذلك الأمر من على اليسار. آخر شيء عندي مدخل الكهرباء الخاص فيها. ما في أي شيء إضافي أو آخر بهي الشاشة اللي بين إيدينا. من فوق منلاحظ بهذا المكان في منافذ للتهوية شان يعني الحرارة الخاصة بهي الشاشة. بالنسبة لمواصفات الشاشة اللي بين إيدينا اللي هي الأسوس الـ VP228 الـ HE،
قياس الشاشة يا شباب هو 21.5، ومثل ما ذكرنا في ناس بتسميها 22 بوصة. نسبة الطول إلى العرض هو 16:9. بالنسبة للريزوليوشن أو دقة الشاشة اللي هي الفول اتش دي 1920x1080، وهذا أمر رائع للأمانة. بالنسبة للرفريش ريت أو الاف اس بي أو عدد مسح أو عدد مرات مسح إطار الشاشة، وهذا الشيء اللي بيحبوه جماعة الجيم كتير، واللي هو للأسف 60 إطار بالثانية، فقط 60 إطار بالثانية يا شباب، انتبهوا لهي المعلومة منيح. الشاشة اللي بين ايدينا يا شباب مثل ما ذكرنا انه مدمجة بسبيكرات وجاية معها كابل خاص بالكمبيوتر من الكمبيوتر الى الشاشة. للأمانة هو قصير شوي، ممكن تستبدله بواحد اطول. طبعا المنافذ اللي فيها مثل ما ذكرنا وارجيناكم قبل شوي هي الـ HD والـ VGA. طبعا بالنسبة لاستهلاك الكهرباء عليها هي 20 واط. شاشة رائعة، ألوانها رائعة، فيها عدة أنماط، نمط مشاهدة الأفلام، نمط الجيم، النمط العادي النورمال. شاشة أكثر من رائعة، بنصح باقتنائها بشكل عام. شكراً لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.